السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة نيوز ويد أسامة. في فيديو اليوم سنحيطكم علما أننا سنطور من محتوى القناة، وذلك عبر الأفكار التالية: أولا، سنعمل على برنامج ديني رمضاني بامتياز. ثانيا، سنتطرق أيضا إلى حكاية قصص في شتى أنواعها، قصص واقعية، منها قصص غامضة ومثيرة، ومنها قصص رعب وجرائم، ومنها قصص تاريخية علمية، زيادة على جولات في مختلف المدن والأحياء المغربية، وأيضا تحديات في مختلف المجالات، ومواضيع ومعلومات مفيدة للغاية. إن أعجبكم هذا المحتوى وهذه الأفكار، أتمنى منكم الدعم الكثير، وأيضا آراءكم وانتقاداتكم تهمنا كثيرا. إلى هنا ينتهي الفيديو، إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. أعزائي المتابعين، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب أيضا، ودعمنا في التعليق بتعاليق معنوية.